فهمتش انا كيقول لك واش تغير الزمان عنده الان يدور في عزوف الشباب عن الزواج. الزمان هو هو النهار والليل، التغير هو تغيرنا نحن. كي دار تغيرنا احنا كي درنا؟ بكري ما كانت شايت المطالب بزاف، ما كانت تشوفوني بزاف، ما كانت اليوم اللي يجي يدير الانسان العرس يسقسيك وشحال تجيب في الشهر وفين خدام، ومنين تخطب يطلبوا منك واحد العدد نتاع النفقات، وملي تمشي دير الوليمه يقول لك دير لنا الصاله بستات المليون وما نعطيش شحال العشاء، وعرض لي بنتي وبنت بنتي وبنت اختي وعمتي غادي تجي بنغلاديش وكذا. واش ثاني انا في هادشي هذا؟ يعني هذا الضغط ديال من هذا؟ واش ديال الزمان ولا ديال مالين الزمان؟ مالين الزمان. وانت الا بغيت ان شاء الله تبارك وتعالى تقدر تحرر من هادشي ولا ما تقدرش تحرر من هادشي؟ واش تقدر ولا ما تقدرش؟ ولا تحررت من هادشي شكون غادي تغضب؟ الغاشي. خلي اللي يغضب. انت فاهم انا والمراه ومالين المراه نقول لهم ندير انا واحد كاس تاع لاتا ونجمعوا راه ونتزوجوا والسلام عليكم. نعرض ثلاثه ولا اربعه تاع الناس وندير الوليمه. والله واخا دير لهم الحوت نتاع ما عرفت اسمه هو. في التالي غير كل شيء يبقاو يهضروا. نقول لكم واحد القضيه. دائما كنقولها الحكمه. زين. إرضاء الله غاية لا تترك وإرضاء الخلق غاية لا تدرك، فأدرك الغاية التي لا تترك واترك الغاية التي لا تدرك. ديروها في حياتكم. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ واش فهمتوها ولا ما فهمتوش؟ إرضاء الله غاية لا تترك، لا ينبغي أن تترك إرضاء الله بأي حالة لا تترك، وإرضاء الخلق غاية لا تدرك. أنت غادي ترضي العباد كاملة؟ أمر. فأدرك الغاية التي لا تترك. واسم الغاية التي لا تترك؟ ارضى الله. أدرك هذه اللي أدركها واترك الغاية التي لا تدرك. والغاية التي تدرك هي ارضاء الناس. اترك ارضاء الناس زين، وأدرك ارضاء رب الناس. انت الكورة راها في شبكتك، انت اللي بغيت تزوج تجي عندي اما وذاك الشيء، ولا تقول لي الا وليدي وخصنا نديرو اما. اري الا عندك شي زواده اما بغيتي ندير ونجيب فلان ونجيب فلان ونستنى فلان، اري الا عندك شي زواد. ولدي ما عنديش. امي انت علاش غادي تحرقي وليدك؟ انا نجيب 14 لواحد، زوج ميداد سيتو، نستنى لي انت دير لي القاع.